السلام عليكم ورحمة الله. إخواني خواتي المواطنين والمقيمين، تذكروا أن لكم أخوان في الخطوط الأمامية، تذكروا أن لكم أخوان على الأسرة البيضاء، تذكروا أيضا أن لكم أخوان يعني ننتظر قدومهم وأهالينا من الخارج، وأيضا هذا القدوم مرهون بثبات الوضع الصحي، وهذا الوضع مرهون أيضا بشنو؟ بضرورة بقائكم في المنزل حتى فترة السماح. يا أخوان الوضع ما هو سهل يا أخوان، حذرنا أكثر من مرة وقلنا يا جماعة الخير الآن المخالطين أزداد، يعني أعدادهم قاعد تزايد يوم عن يوم، فهل يعني نستشعر أهمية هالمرحلة؟ تكفون يا أخوان، ناشدكم بالله يا أخوان، نطلب منكم يا أخوان، يعني الوضع ما يستحمل والفترة جدا حرجة، خلونا نتضافر، خلوا سواعدكم سواعدنا وسواعد أهل الكويت جميعا للوصول وتجاوز هذه المحنة. اليوم بفضل الله تم الإعلان عن شفاء 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، الحمد لله رب العالمين، توزعون بين مواطنين ومقيمين، وارتفع بذلك عدد الحالات اللي تماثلت للشفاء إلى 57 حالة. في المقابل تم تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس، يعني شوفوا أهمية وخطورة المرحلة، وكل هذا من المخالطين. أيضا خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 225 حالة. اليوم أعزائي المشاهدين نبي نوقف عند خبر، هذا الخبر يستحق الاحترام والتقدير، يخص وزارة الخارجية اللي الحقيقة يعني فيما يتعلق بعودة أهالينا من الخارج جعلت الأولوية لكبار السن والمرضى والأطفال، وهذا الحقيقة يعد يعني بمثابة يعني عمل إنساني كبير وأخلاق جبل عليها أبناء هذا الوطن، واللي أيضا تستمد روحها وعطائها من توجيهات قائد الإنسانية في بلد الإنسانية أبونا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عسى الله يحفظه ويرعاه ويمتع بالصحة والعافية ويبقيه ذخر لهذا الوطن. خلونا نتابع تصريح معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ولنا كلمة. سيتم تنفيذ الخطة الآنية والممتدة من الأربعاء 25 مارس إلى الأحد 29 مارس، هذه هي المرحلة الأولى. قد تم وضع هذه الخطة بناء على معايير السلطات الصحية في البلاد وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهي كالتالي: 1. الدول التي انتشر فيها الوباء وتعثرت الرعاية الصحية فيها. 2. الفئات التي تنطبق عليها المعايير التالية: 1. المرضى ومرافقيهم الذين انتهت فترة علاجهم والذين تستوجب أوضاعهم رعاية خاصة. 2. ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين. 3. المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 65 سنة أو تقل أعمارهم عن 18 سنة. 3. المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير والمتواجدين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتهم مشكورة من مختلف دول العالم وفق التنسيق القائم في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. تابعت تصريح معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح بشأن عودة أهالينا بالخارج والأولوية لكبار السن والمرضى والصغار، يعني شكر من القلب معالي وزير الخارجية، وشكر أيضا من كل أهالي الكويت
لشخصك الكريم على هذه المبادرة الإنسانية اللي تعكس إحساسك الكبير بالمسؤولية، وكذلك يعني حسك الوطني وتصرفك الراقي المبني على القيم الأصيلة والأخلاق الكريمة والتعامل الراقي والإنساني، وهذا يعني ما هو غريب على معاليك شيخ أحمد ولا على أيضا يعني أصحاب المعالي وكذلك يعني الشيوخ أعضاء الحكومة اللي أثبتوا الحقيقة في هذه الأزمة كفاءتهم ويعني خبراتهم في هذا المجال، وأيضا ترجموا كذلك يعني توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين، واللي يعني كانت بمثابة النبراس لكل التعليمات. أيضا في المقابل أعزائي المشاهدين هناك يعني ردود أفعال جميلة بجمال هذا الموقف الإنساني من قبل عيالنا وأبنائنا طلبة في الخارج. نتابع هذه اللقاءات ولنعود إن شاء الله. الله بالخير، معكم الطالب بندر حمد مبتعث في بريطانيا. حنا نقدم جزيل الشكر للوزارة الخارجية على وقفتهم معانا وجهودهم الكبيرة، والله يقوم يعطيهم العافية. حنا معاكم قلبا وقالبا في أولوية كبار السن والصغار والمرضى بالالحاق بالوطن، والله يقويكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الطالب أحمد أنور العنزي، طالب في جمهورية مصر العربية. رسالة شكر يجب أن توصل إلى وزارة الخارجية في دولة الكويت وسفارة دولة الكويت بالقاهرة على جهودهم الواضحة، وإحنا مع تعليمات وتوجيهات وزارة الخارجية بأولوية إجلاء المرضى وكبار السن وصغار السن، ونقدمهم إن شاء الله على أنفسنا، وعسى الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم أبنائنا في الخارج الطلبة، يعني كلمات تخرج من القلب إلى القلب تعكس يعني الروح الوطنية، تعكس الأخلاق الكريمة، تعكس حبكم لهذا الوطن، هذا الوطن اللي تربيتوا فيه ويعني نشأتم على أخلاقه ومبادئه. لا شك يعني هذه هي الكويت دائما، الكويت اللي هي يعني بلد الإنسانية، الكويت اللي دائما جبلت على مكارم الأخلاق بالتعاضد والتكاتف والتآزر والروح الوطنية واللحمة الوطنية ووحدة الصف دائما بين القيادة والشعب والشباب. أيضا على طاري يعني الشباب، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب معالي الوزير محمد الجبري يعني هي يقوم يعني بجهود جبارة مع أيضا أركان الوزارة ضمن الحقيقة منظومة عمل إعلامية متكاملة أسوة بكافة القطاعات في الدولة، الكل يعمل على قدم وساق لأجل هذا الوطن، يتحرون أيضا الصدق والشفافية. الشكر موصول أيضا لكل العاملين في وزارة الإعلام، شهادتي فيهم مجروحة لكن كلمة حق لازم نقولها لإخواننا من يعني أركان الوزارة وكذلك أيضا يعني كافة القطاعات، من يعني مخرجين، من معدين، من فنيين، من يعني الأخبار اللي تظهر لكم على الشاشة وأيضا خلف الكواليس، الكل يعمل يد واحدة لأجل هذا الوطن. معالي وزير الإعلام يعني السيد محمد الجبري أكد على أهمية الرسائل الوطنية للإعلام الإلكتروني باعتبارها رسالة توعية وأمل، وأيضا أكد على تحري المعلومات الدقيقة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة اللي تعيشها البلاد. أيضا أشار معاليه خلال لقائه بمجموعة من مدراء المواقع والصحف الإخبارية الإلكترونية المحلية إنه الإعلام الكويتي والإلكتروني يعد أحد مكونات المنظومة الإعلامية الكويتية الكبيرة في إطار الحملة الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا. نتابع. أن المواجهة الفعالة لهذا الوباء تتطلب فزعة كويتية عامة واستجابة وطنية شاملة ووعيا كاملا وتعاونا جادا. فزعة كويتية عامة، استجابة وطنية شاملة، ووعي كامل وتعاون جاد لمواجهة فيروس كورونا.
تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سخرت كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسائلها بالدور الذي تقوم فيه الحكومة لتقديم الخدمات الصحية والأمنية والمعيشية للمواطنين والمقيمين. التعاون والتلاحم ووحدة أهل الكويت في الأزمة من الأمور التي أكد عليها وزير الإعلام محمد الجبري في اجتماعه الذي عقده مع رؤساء الصحف خلال جولته في وكالة الأنباء الكويتية كونا، واجتماع مع ممثلي ورؤساء الصحف الإلكترونية. نحن نحتاج إلى هذه الفزعة الكويتية الآن بتضافر الجهود بإيصال الصورة الحقيقية والواضحة والشفافة للجمهور. اليوم كل الوسائل الإعلامية العالمية أشادت بالشفافية اللي قاعد تنشرها وسائل الإعلام الرسمية الكويتية. منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات اللي قاعد تقوم فيها الكويت والشفافية في نقل المعلومة والمصداقية في نقل المعلومة. فهذا شيء يعني حاب أشكر أخواني في كونا على كل ما قاعد يقدمونه لإيضاح الصورة الحقيقية للناس. وزير الإعلام أكد أن الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية الكويتية في إطار الحملة الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما يتحملونه من مسؤولية وطنية. وتتطلب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد من وسائل الإعلام الإلكتروني في توحيد الرسالة الإعلامية وعدم تهويل الأمور للناس، إضافة إلى نشر الرسائل الوطنية التوعوية. وفيما يخص المخزون الغذائي فإن المخزون الاستراتيجي وفير، وعلينا أن نميل إلى الترشيد في الاستهلاك والشراء. وخلال الاجتماع أكد الجبري لا تهاون مع مثير الشائعات، مطالبا بنقل الأخبار من مصادرها، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي في مصلحة المواطن، مطالبا باتباع الإرشادات الصحية والبقاء في المنازل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحرث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إخواني، يعني الأخبار إن شاء الله فيما يتعلق بعودة إخواننا وأهالينا من الخارج تتوالى، ومثل ما صرح يعني معالينا وزير الخارجية السيد خالد الجار الله إنه يعني هذه الرحلات ويعني تتوالى إن شاء الله في الأيام القادمة، وهذا بالتنسيق وموافقة
حط تحتها خط مع الأخوان في السلطات الصحية، وهذا ما يدل على ثبات ولله الحمد والفضل المنظومة الصحية عندنا. طبعا المنظومة الصحية هي يعني مهمة جدا لثبات الوضع الصحي اللي أيضا قائم على ثبات يعني ويعني وقوفنا إلى جانبه من خلال البقاء في المنزل. معنا في الاستديو نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي المهندس صالح الفداغي. رحب فيك مهندس صالح. حياك الله. يعني في البداية تكلمنا عن جهودكم الجبارة اللي تقومون فيها يعني منذ بداية أزمة كورونا. نعم، احنا في الإدارة العامة للطيران المدني وفي مطار الكويت منذ رصد انتشار المرض في الصين وهونغ كونغ تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة في المطار بتشكيل لجنة طوارئ عامة وكذلك لجنة عليا يرأسها معالي رئيس الطيران المدني، وكان في تنسيق مباشر وكنا ممثلين في اللجنة الوزارية اللي برئاسة وزارة الصحة نتلقى توجيهات والخطط الموضوع للدولة للتعامل مع هذا الفيروس. وكانت دولة الكويت من الدول السباقة، من إذا ما أقول الدول الأولى اللي تم أخذ إجراءات احترازية قبل وصول المرض أو الفيروس إلى الدول المجاورة. من بداية انتشاره في الصين تم تركيب كاميرات حرارية في جميع مباني الركاب لرصد حرارة جميع الركاب مهما كان وين وجهته، كان تقاس درجة حرارته، وإذا اللي أي درجة حرارته مرتفعة يتم بعثه إلى العيادة في مطارات الكويت. وكذلك تم أخذ قرارات احترازية ابتدائية من تاريخ 28/1 تم التعميم على جميع الجهات في المطار لأخذ هذه. كذلك قرار منع الصين كان ب 29/1/2020 وهذا سابق وقرار احترازي سابق لجميع دول العالم. باكر السبت ان شاء الله يعني كم عدد الرحلات اللي راح تكون قادمه من الخارج باعتقادك؟ نعم، احنا ننفذ خطط اللي تينا من مجلس وزراء، وباكر عندنا ان شاء الله 3 رحلات تكون من برشلونه ملقا ولندن وروما. نعم، بالنسبه لاجراءات فحص العائدين يعني من الخارج، يعني توضح لنا مهندس صالح يعني الاجراءات من هبوط الطائرة إلى يعني الوصول. نعم، إحنا كلنا نعمل مثل ما قلت تحت السلطات الصحية وتعليماتهم وشون الإجراءات اللي يمونا التنسيق المشترك بينكم. نعم. يتم لأن عندنا فريقين، إحنا فريق رئيسي في المطار وأنا ممثل في اللجنة العليا الوزارية ناخذ جميع التعليمات والقرارات ونطبقها على أرض الواقع، وهناك فريق متكامل موجود في أرض الواقع في المطار للسلطات الصحية يتم الإشراف على جميع العمليات. إحنا غيرنا وجهة وشكل مطار الكويت على حسب حاجة وزارة الصحة. المباني اللي عزلناها بالبداية كانت للإجلاء، حاليا احنا انشأنا 4 مواقع للإجلاء يتم استخدام موقعين خاص بالخطوط الجوية والجزيرة وتحت إشراف السلطات. من ينزل الراكب طبعا في هناك تعليمات على شركات الطيران، منذ إقلاع الطائرة من الدولة يتم لبس الكمامات والأوقية سواء الجلوفز أو الكمامات للركاب إلى حين وصوله إلى آخر نقطة اللي هو المحجر. كذلك من ينزل ينزل على 3 فترات، فترة تسجيل المعلومات ثم فترة انتظار ثم الفحص الرابيد تيست اللي هو الفحص اللي تقوم فيه وزارة الصحة، وهني يتم عزل الراكب المصاب يذهب إلى مستشفى واللي مو مصاب يذهب إلى المحجر المؤسسي. يعني مهندس صالح الفداغي جهودكم كبيرة الحقيقة، تشكرون عليها. فيما يتعلق بموظفي مطار الكويت طبعا هما يعني يحتكون يعني بالقادمين، فشن هي إجراءاتكم الاحترازية والوقائية؟ احنا من قبل لا نوقف الحركات كاملة من مطار الكويت دخلنا أغلب الموظفين اللي هم احتكاك مباشر مع المسافرين دورات وورش عمل للتعامل مع هذا الفيروس، وكذلك يرتدون جميع الأوقية سواء كمامات أو ألبسة اللي لا احتكاك مباشر مع الطيارة يلبس لباس واقي كامل للتعامل مع الفيروس. كذلك هناك معقمات يدوية وتعقيم الأماكن أول بأول موجودة في جميع أنحاء المطار والمواقع للفحص، وكذلك عقب ما يخلص الموظف يتم تعقيمه هو شخصيا عن طريق المعقمات. هل هناك يعني ايضا خطط يعني مستقبليه او يعني تحسبا لاي تداعيات حاطينها ببالكم؟ نعم، احنا حاليا مستخدمين احنا قاعتين وعندنا قاعات احتياطيه وعندنا كذلك مواقع اخلاء بامكاننا اي اذا وزاره الصحه احتاجوا اي موقع في مطار الكويت يكون عندنا مواقع خاصه مجهزه بالكامل يقدرون يستخدمونها. واي خطه تقوم وزاره الخارجيه او اللجنه العليا باقرارها احنا عندنا امكانيه
نطبقها على أرض الواقع. احنا في كل حلقة الهيئة يعني ضيوفنا دائما يعني نعطيهم الفرصة للحديث مع المواطنين. اليوم كل واحد عنده رسالة وطنية، شنو الرسالة الوطنية اللي في بالك؟ أنا بس أدعو إخواني المواطنين والمقيمين في هذه الدولة أن أول شيء يلتفتون إلى المواقع الرسمية، لا يلتفتون إلى مواقع التواصل الغير رسمية، يأخذون الأخبار من مواقع رسمية. وإحنا الحمد لله الحين كل موقع وكل وزارة لها موقع رسمي وقاعد تصدر بيانات أول بأول. كذلك الالتزام في المنازل حاليا مثل ما قلت اخوي عامر بدات تزيد حالات اللي هو الاحتكاك والانتشار المرض عن طريق المخالطين. هذا معناته انه ما في التزام كامل لدى المواطنين والمقيمين. اتمنى اخواني انهم يلتزمون بالقرارات اللي تصدرها للدوله، كل هذا لمصلحه المواطنين ومصلحه المقيمين في هذه الدوله، وان شاء الله كلنا نعدي هذه الازمه على خير. شكرا على حسك الوطني وجهودكم الوطنيه الكبيره، كل الشكر لك نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي المهندس صالح الفداغي، شكرا لك. أيضا احنا معاكم أعزائي المشاهدين في متابعة حية ومباشرة للأخبار وتطورات المتسارعة والمتلاحقة بشأن فيروس كورونا. عندنا هذا التقرير لأخونا فريد، نتابعه يا بعض. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن حاليا في منطقة فروسية الفروانية والمرابط يعني مرابط الخيل. الحمد لله نبي نشوف ونكشف للمشاهدين عن مدى التزام أهل فروسية الفروانية. صراحة يعني أنسب مكان أنك تعتزل فيه العالم أنت وعيالك وزوجتك وتحافظ عليهم، المكان هذا الشرح شوي، استراحة، الهجن، لا أحد يجيك، ممنوع زيارات، القعدة هنا حلوة، أشرح، العيال ما يتضايقون، وأنت كأنه حجر طبيعي مسوينه إحنا، على أساس تقدر تحافظ على عيالك وعلى زوجتك، إنما تخالط لنا الناس برا وزحمة الناس والزيارات اللي يجيك والمطعم وال يعني فإحني استراحة صارت لنا، وأنسب مكان على أساس أنك تحافظ عيالك وتحافظ نفسك عن التجمعات كلها. أغلب العوائل هنا محافظة نفس الحجر صحي بروحنا بدون اختلاطات بدون أي شيء، لله الحمد يعني الأجواء هنا جميلة خاصة الفترة هذه، ولله الحمد، والله يرفع عنا البلاء إن شاء الله عن الكويت كلها وعن أهلنا. الحمد لله مشاهدينا الكرام، أهل فروسية الفروانية والاسطبلات والمرابط كلهم ملتزمين التزام جدي بتطبيق القانون والعزلة، والكل متواجد يعني في اسطبلة وفي مربطة. واضح أن نشوف لفينا وشفنا ما شاء الله ما في حركة أصلا، ومثل ما تشوفون الشارع في الخلف مشاهدينا الكرام يعني فاضي، وصار لنا أكثر من ساعة حركة معدومة وأكثر حركة أمنية. أتمنى لكم التوفيق. أهل الكويت أهل فزعة من زمان، يعني ما هي من اليوم أو من أمس، إنما من عشرات السنين دائما يعني على قلب واحد، دائما يفزعون المؤسسات، الشركات، الأفراد، الكل يهب. أيضا من هذه الأشياء اللجان الخيرية الحقيقة يعني لها دور كبير. يعني أعزائي المشاهدين، في هناك حملة وطنية تحت اسم فزعة الكويت، راح تنطلق إن شاء الله هذه الحملة الوطنية يوم غد السبت. هذه الحملة الوطنية تأتي استجابة للنداء السامي من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأيضا تعبير عن تضامن كافة فئات المجتمع في مكافحة فيروس كورونا المستجد وما خلفه من أثار اقتصادية وأيضا اجتماعية، وذلك بهدف توحيد جهود جميع الجمعيات الخيرية البالغ عددها 30 جمعية ومبرة خيرية، وذلك لمد يد العون لتجاوز تلك الأزمة بشكل تضامني، تحملا للمسؤولية المجتمعية وخدمة للكويت وأهلها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الحملة الوطنية فزعة الكويت السيد عبد الرحمن الشطي. رحب فيك أستاذ عبد الرحمن. حياك الله ومسيك بالخير ومستمعينك الكرام.
في البداية يعني نود أن تكلمنا عن فكرة إنشاء هذه الحملة الوطنية. نعم، حياك الله، مشكور أخي عامر على إتاحة الفرصة وبرنامجكم المتميز. مسيكم ومستمعينك ومستمعات الكرام بالخير. حقيقة هذه الحملة مثل ما تفضلت قبل شوي وقلت هي استجابة لنداء صاحب سمو أمير البلاد، وهي استجابة إنسانية حقيقة، ونحن في بلد الإنسانية. هذه الحملة أسميناها حملة فزعة للكل، وراح ينطلق بإذن الله تاج في شبكات التواصل باسم فزعة للكل. حقيقة اللي راح يفزع للكويت هم الكويت كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. لأول مرة تنطلق حملة في هذا المستوى تجمع كل الجمعيات الخيرية الكويتية بإذن الله، أو أغلب معظم حقيقة، لأن الحجم المشكلة والأزمة يعني أكبر من أن تلبيه جمعية أو فقط حتى جهود حكومية لوحدها. فالحمد لله اليوم استطعنا أن ننسق وأن نظهر بلوحة جميلة كل الشرائح الآن مع بعض. نعم، مع الانقطاع الاتصال لظرف يعني خارج عن إرادتنا، وإن شاء الله إذا يعني نحاول مرة أخرى إن شاء الله الاتصال في الضيف عبد الرحمن الشطي. كلنا في خندق واحد، كلنا لأجل هذا الوطن، سواعدنا بسواعد أخواننا في الخطوط الأمامية، أخواننا اللي يعملون في قطاعات الدولة لأجل هذا الوطن، لأجل يعني النهوض بالوطن والعبور إن شاء الله إلى بر الأمان. اليوم يوم جمعة، يوم يعني مبارك، يوم يعني في صلاة ودعاء. نتمنى إن شاء الله تعالى أن يعني الكل يرفع أياديه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع البلاء عن الكويت. إلى اللقاء.